انجلينا بره السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم رشيد من المجوهرات. بسم الله، الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب. 18 كراكيب كيبيعوا جميع الذهبيه في المغرب، وكنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه بار امانه. الحاجه اللي عجبتك كتسكرينيها كتصيفطها لنا بار واتساب 066 67 65 91. كنتواجدوا في مدينه مكناس بالضبط برج مولاي عمر قرب سينما ملكي او بجانب صيدليه الاسماعيليه. ومرحبا والف مرحبا، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا والرزق وباش كتمناو. الله يشافي مرضانا والله يكون مع اخواننا في فلسطين في هذا الشهر المبارك ان شاء الله، وربي يهز عليهم هذا الغضب ويكونوا مزيانين، واخواننا في جميع انحاء العالم. مرحبا بكم، لايف جديد، دي زارتيكل جداد. اليوم جبنا لكم تخرام البلدي، العشاقة البلدي، شي حاجة توب دي توب. مرحبا والف مرحبا بالجميع، نبداو معكم. صباح عزاز، مرحبا والف مرحبا، ديما حاضره لالا دعاء، مرحبا. واو اليوم اللايف رمضان بلدي يا لالا دعاء، ما كاين غير بلدي. صباح عزاز، شكرا. خديجه اي جي تي، سلام سي رشيد، تحياتي دي بلجيك، رمضان كريم اخويا علينا وعليك. لالا خديجه، رمضان مبارك سعيد لكم ولجميع المغاربه وجميع الجاليه المقيمه
خارج الأرض أرض الوطن. مرحبا بكم وألف مرحبا. شكرا صفا عزات على القيبات، شكرا شكرا بزاف. ملاك ملاك بوليما سي رشيد، رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله، يدخل عليكم بالهنا والرزق وباش كتمناو. سي الدبيب دمام عواشر مبروكه ورمضان كريم اخي رشيد، علينا وعليكم بالتيسير واليوم والرزق ان شاء الله وباش كتمناو. شكون شكون ناديه، السلام عليكم اخي، رمضان مبارك كريم، يدخل الله عليكم بالخير واليوم والبركات علينا وعليكم. شكرا لناديه الله يخطيكم. امينه أمينة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لله أمينة. رمضان مبارك سعيد، عافاك شحال الثمن ديال الجرام؟ حمادو أنقاد 590 درهم الجرام، 590 درهم، 11800 ريال اللي واصل الجرام. زيد زيد زيد، نبداو معكم على بركة الله، بسم الله نبداو اللايف ديالنا. نبداو بهذا الخويتم الرائع ديال التخيرمات ديال الفروج، هذا ديال 18 الكره، 18 الكره، يعني اللي بغات ال 21 كنصاوبوه سير كوموند. بهذا التخيرمات الرائعين هذا ديال الفروج 18 الكره كيف كتشوفوا، مخرم هكا كيجي غزال، فن في اليد ما شاء الله، كيجي باين من البعيد، كيجي توتافي سامبل هكايا، القياس كيتزاد وكيتنقص ماشي مشكل، كيجي على هذا الشكل من اللور ديالو، شي حاجه غزاله انيقه. تحية الصانع المغربي كيف كنقول دائما. والثمن ديال هذا اللي هو 4500 درهم، 4500 درهم، 4500 درهم اللي هي 90000 ريال، 450 ديال الاورو، 450 اورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. سناء هلال وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لالا لطيفه شكرا على الورده. نور الحرير السلام اخويا رشيد، وعليكم السلام لالا نورا، اش اخبارك؟ كي دايره الجاليه؟ كي دايره مع الصيام في اسبانيا؟ شكرا 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 على داكشي اللي صيفطتها لالا نورا، الله يخطيك. قلنا الثمن ديالو اللي هو 90000 ريال، 90000 ريال، لويزا ديال 18 الكاره. اللي عجبها دير له سكرين تواصل معنا، سير واتساب 066 67 65 ومرحبا بالجميع. شكرا صباح عزات على القليبات، شكرا على لي لايك البنات، فضلا وليس امرا بارطاجيو معنا اللايف وماكسيموم باش يطلع، اللي ما قدرش بارطاجي لي لايك لي جادور، شكرا جزيلا. كاين هذا الخويت معاوتاني ديال الفروج كيجي على هذا الشكل البلدي بالرويمي اسكا، هذا حتى هو كيف كنقول 18 الكاره، 18 الكاره لويزا 18 الكاره، كيجي على هذا الشكل كاري بعد الحجيرات بيان سيغتي، كيجي على هذا الشكل هكا بحال الفي، وكيجي سامبل في الجناب اللور ديالو هكا داير، القياس كيتزاد وكيتنقص، والثمن ديالو اللي هو 3350 درهم، 3350 درهم اللي هي 67000 ريال، 335 ديال الاورو، 335 اورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. الله يحفظك اخويا. مرحبا لالا نورا، مرحبا. ندوزو معكم لواحد الخويتم ديال الكلو، نمشيو شويه للشخت الرومي، كلو غني على التعريف، شي حاجه غزاله كيجي انيق في اليد حتى هو، كيجي على هذا الشكل هذا هو، شي حاجه غزاله اللباس اليومي كيجي على هذا الشكل هذا، غزال غزال غزال. والثمن ديالو اللي هو 2400 درهم، هذا نعطيكم القياس ديالو حيت ما كيتزاد ما كيتنقص، فيه 1.7 او 1.8، 1.7 او 1.8، كيجي غزال في اللبسه. والثمن ديالو اللي هو 2400 درهم اللي هي 48000 ريال، 240 اورو اللي هي 240 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو معكم شويه السنيسلات، كاينه هاد السنيسله ديال البيزماك او اللوف، شي حاجه غزاله. بهاد التعليقه دوزت الخويتم دابا ديال الكلو، كاينه التعليقه ديال الكلو، كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله انيقه في اللبسه، كتبان من البعيد، لباس اليومي، الحطيره، شي مناسبه، شي حاجه غزاله. نعطيكم الطول ديالها ديال السلسله بطبيعه الحال بوحدها بلا علاقه، فيه 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر في الطول، 50 سنتيمتر بلا علاقه، والثمن ديالها اللي هو 3400 درهم، 3400 درهم، 340 اورو اللي هي 68000 ريال، 340 ديال الاورو.
الى عجبتك ديري لها سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 بارطاجيو معنا اللايف ياك ما دوخاتكم الحريره بارطاجيو معنا اللايف فضلا وليس امرا الله يجازيكم بخير. كاينه عندنا هذه السلسله ديال الحصيره كتجي غزاله هي في اللبسه بهاد التعليقه ديال البوبوشه كتجي على هذا الشكل هذا غزاله في اللبسه شي حاجه انيقه كتجي بهاد الحجيرات هكايا وبهاد الحجيره خضيضره شي حاجه غزاله تعليقه بوحدها مشحال ام اريج هنا تعليقه اختي ديال الكلو ولا هذه اللي في يدي قلنا كاينه تعليقه بهاد السلسله ديال الحصيره كتجي غزاله في اللبسه شي حاجه انا باغاتي كيف كنقول دائما نعطيكم الطول ديال السلسله بوحدها فيها 44 سنتيمتر بلا تعليقه 44 سنتيمتر شي حاجه غزاله فنه والثمن ديالها تا هو فن وغزال اللي هي 5000 درهم 5000 درهم اللي هي 100000 ريال 500 اورو اللي هي 500 ديال الاورو الى عجبتك ديري لها سكرين تواصلي معايا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا بالجميع ندوزو معكم لواحد السنيسله ديال السبوله ام اريج مازال ما رديتيش عليا قولي لي اش من تعليقه واش هذه ديال البوبوشه ولا الاخرى ديال الكلو قلنا كاينه هاد السنيسله ديال بهاد التعليقه ديال الفانكليف شي حاجه غزاله شي حاجه انيقه هادي كتجي طويله كتجي باينه اراك من بعيد نعطيكم الطول ديالها اللي هو بلا تعليقه ديما كنعطي الطول غير ديال السلسله 54 سنتيمتر 54 سنتيمتر والثمن ديالها اللي هو انيق جدا 6300 درهم 6300 درهم 630 اورو 630 ديال الاورو 126000 ريال 126000 ريال الى عجبتك ديري لها سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا بالجميع ندوزو معكم شويه ديال لي براسلي ديال التخرام واليوم دايرين اثمنه جد 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 مناسبه في متناول الجميع بريسلات ديال التخرام ب 580 درهم للغرام 580 درهم للغرام مع العلم ان الذهب دابا داير 590 درهم للغرام اليوم مع مجوهرات بسم الله درنا لكم التخرام ب 580 درهم غير اللي ما بغاش تلبس البلدي فينكم عشاقات البلدي بانوا 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 نبداو معكم بهذا لو براسلي الرائع شو على تخير ما فيه شي حاجه غزاله وتحيه الصانع المغربي هادشي كيبان ساهل هكا ولكن الخدمه ديالو صعيبه 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 كيجي على هذا الشكل هذا مغشي من الداخل شي حاجه غزاله نعطيكم الديامتر ديالو فيه 5.7 5.7 الديامتر ديالو نشعلو لو ميزان ياك لو ميزان نشعلو لو ميزان ها هو شعل لو ميزان فيه 16.90 16.90 مضروبة في 580 درهم الرخا كيخلع عند مجوهرات بسم الله والثمن ديالو اللي هو 9200 درهم 9200 درهم اللي هي 980 ديال الاورو 9800 درهم غير 580 مع العلم ان الذهب واصل دابا ل 590 مع مجوهرات بسم الله مش حتقدر تغمض عينيك غير اللي ما بغاش تلبس الذهب مع مجوهرات بسم الله الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 وعواشر مبروكه باللوز وكوكا كاين هاد لو براسلي جاي اوفال شي حاجه غزاله شو كي كيجي شوف ايه عرفتي كون كنا كنلبسو الدم كون راه عزيز عرفتي ولا كون راه عزيز ديال شفت لا في يديه من البواني حتى الدراع الفوق ياك اسي عزيز ولد الشينويه فين يبان ولد الشينويه ويلي ويلي اقسم بالله كون كان حرام اخويا عزيز تدير الدم ما تلبسوش قلنا كاين هذا البغاصلي اوفال سلام خويا رشيد رمضان كريم رايان ال علينا وعليكم بالصحة والرزق والهنا وباش كتمناو ان شاء الله الله يدخلوا علينا بالتيسير وباش كتمناو والله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين يا ربي امين
والله يرزق الجميع من حيث لا يحتسب، واللي عنده شي كريدي ربي شي دين ولا شي حاجه ربي يفك الدين ديالو، اللي عنده شي حد مريض ربي يشافيه، ونتمنوا الخير للجميع. قلنا كاين هذا البراسلي اوفال، هيا نور الحارث سي استصر ريندو. قلنا كاين هذا البراسلي اوفال كيجي عليه هذا الشكل بالتخيرمات، غزال 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 غزال. شو كيدير؟ شوف شوف شي دويسك ديال الغزال غزال اخويا عزيز نطلقه صافي. عندك حلق زوين ديال السعايا. قلنا كاين هاد البراسلي اوفال كيجي غزال بهذا الشكل هذا، نديرو فوق فوق لو ميزان ياك. نديرو فوق لو ميزان لي ماغي ديال لو ميزان، فيه 12.31 12.30 12.30 مضروبه في 580 عباد الله، غير 580 مع مجوهرات بسم الله، ما مش حتقدر تغمض عينيك. والثمن ديالو اللي هو 7150 درهم، 7150 درهم، 7150 درهم اللي هي 143000 ريال، 715 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. منى ما تشري والو، ريان ال شحال طاي ديالو؟ مرحبا ديال عزيز ولا ديال البراسلي؟ لا يجيها 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 عزيز عنده طاي منكر. اه منكر 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 فيه 6 ديال السنتيمتر، لا راهي فيه 6 ديال السنتيمتر. استسمح دوختني الحريره واخا ما كنشربهاش. فيه 6 ديال السنتيمتر في الديامتر ديالو، قلنا الثمن ديالو اللي هو 7150 درهم. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91. انا ما شريتيش غير صيفط الفلوس حتى تجي ودي لي واحد شي حاجه في الحيره. ما كنشربهاش لا نورا كوكوز، غير كنشربها نقول لك وين. نقول لك راه كرفس كرفس عليا غير عزيز، كنجلس حدا عزيز كنولي هكا داير بحال الهنده. منى بورخيس ان شاء الله اخويا عزيز، اياه قلت لك ان شاء الله اخويا عزيز. انا كنشوف سلام اخي رشيد كي بقيتي لاباس شويه، طنجه طنجه اللهم لك الحمد. هذا رشيد دو، رشيد الاخر راه جالس عطينا دابا تقاعد نسبي بخيغو تخيط دابا. ندوزو معكم لواحد اوتخ بغاسلي ديال التخرام. اليوم ما كاين غير التخرام. ريان ال انا ندوز لالا ريان، انا ندوز دابا لي بغاسلي وشوفي الا كان شي واحد فيه 6.5. كاين عزيز كلشي لي باك صيفطيهم لي صغار طاي 6.5. انت صحيتي قالك، انت صحيتي قالك ديري الريجيم، هادي هي استغلي الفرصه ديال هاد رمضان. قلنا كاين هاد البغاسلي الرائع تا هو بتخير ماتو، تحيه الصانع المغربي كيف كنقول دائما كيجي على هاد الشكل كله مخرم، ام اللور ديالو هكا مغشي كله مدوبل دوبل امباكت، شي حاجه غزاله. حال حليمه حبوب القهوه من فضلك وعواشر مباركة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد. فين هاد حبوب القهوة؟ بغيتيهم طحونين ولا هكاك حبوب؟ لا معطلين. صوب لها واحد حبوب القهوة سي عزيز، مرحبا لالا حليمة. هو دابا هو معصرة بشحال نطوب هاد السكر. قلنا كاين هاد البغاسلي غزال وفن، كتهضري على الكافيات واقيلا أختي ياك؟ كافية كتهضري على الكافية؟ لا ما عندناش الكافيات باك، ما عندناش في هاد الساعة حيت ما مطلوبينش بزاف ما بقيناش كنديروهم. كاين هاد البغاسلي قلنا الديامتر ديالو فيه 5.9 حتى العرض ديالو عريض فيه 2 سنتيمتر كما كتشوفوا، 2 سنتيمتر. نديروه في لو ميزان كيف كيقول عزيز، فيه 22.27 مضروبه في 580 درهم. شكون يدير لكم تخرم ب 580 درهم؟ والثمن ديالو اللي هو 12950 درهم، 12950 درهم اللي هي 1295 ديال الاورو، 1295 ديال الاورو، 12950. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. غزال هذا يا لالا نورا، اشنو ما حد الراجل هنا نعيطوا له يجي يديه. صافي نديرو هكا، ديرو في ميكاك حلا سي عزيز. لالا غزلان وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قلنا 12950 درهم، الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو معكم واحد لو بغاسلي اوفال تا هو كيجي على هذا الشكل، شي حاجه غزاله
شعلات خير مات فيه شي حاجه انيقه كيبان من البعيد الحطيره، تفرحي الام ديالك، تفرحي راسك، شي حاجه غزاله غزاله وكيجي مشبكه كامل داخل داكشي ديال الشباكيه ياك مولي مشبك. وانت اللي عارف المخرج، انت تصوب الورقه. انا كنصوب الورقه وعزيز كيعمر، هو اللي كيعمر، اللي خصو شي كوموند ديال، شوفوا اللي خصو شي كوموند ديال كيصاوب، كيصاوب الملوي البغرير، كيصاوب سميتو الشباكيه، سلو، العجينه، كاع اللي حاجه معلقه بالعجينه راه عزيز هو العجينه. قلنا كاين هاد لو براسلي اوفال كيجي بهذا الشكل هذا، شي حاجه غزاله، نعطيكم الديامتر ديالو فيه 6.2 ستة قلنا باقي ما دوزناش فاصلة جوج، شي حاجة توب دي توب، والثمن 580 درهم، غير 580 درهم، فيه 14 غرام مضروبة في 580 درهم، تخرام ب 580 درهم يا عباد الله، مع العلم أن الذهب داير 590 درهم، حاليا 500 وكاين دايبية اللي كيبيعوه ب 600 درهم للغرام، مع مجوهرات بسم الله، غير 580 درهم، غير اللي ما بغاش تلبس الذهب، والثمن ديالو اللي هو 8200 درهم. 8200 درهم، 168000 ريال، 840 اورو اللي هي 840 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91. هذاك جاكوار دوزتيه ولا مازال؟ مازال ما داش. ها هو ندوزو دابا، راه هزو سي عزيز حطو تما مزروب، عرفتي ولا؟ دار له بحال الجاكوار نيت كثيره به، تجابو فوق الميزان. قلنا الثمن ديال هذا اللي هو 8200 درهم، 8400، اسمح لي سي عزيز، 8400 درهم. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. ما شاء الله عليكم، الله يخليكم ديما ضاحكين. شكرا لاله عائشه لهلي خطيك، الله يجازيك بخير. بحال وافق قوه الهضره، الله يعطيك الصحه. شكرا لاله فاتي. واش كاين تعليقه غافينيتي وريها لينا عافاك، شي تعليقه غافينيتي كاينه؟ كاين هاد لو براسلي على هاد الشكل هذا، هذا الثمن ديالو 640، هذا الثمن ديالو غالي شويه، 640 درهم، فيه 5.8 5.8 كيجي على هاد الشكل هذا، شي حاجه غزاله وطافي سامبل من اللور. نديروه في الميزان، فيه 16.60 16.60 مضروبة في 640 درهم، 640 درهم، والثمن ديالو اللي هو 10600 درهم، 10600 درهم اللي هي 1,012,000 ريال، 1,012,000 ريال، 1060 ديال الأورو. إلا عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91، ومرحبا والف مرحبا. بيوتي بسم الله لا كاليتي، المعامله الطيبه، انسي لو بري ريزونابل، نيتي با دو كونكتي. شكرا لاله ريان لهلي خطيك، هذا الشيء كنعتزو به، شكرا بزاف. شكرا لاله نورا سنوتا ميسي، بغينا لي رادكو. انا ندوزك واحد الرادكو، مرحبا، انا ندوزو دابا. قلنا الثمن ديال هذا 10600 درهم، الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. لالي اختك لاله ريان، شكرا لالي اختك اللي طلبت لي الرادكو. كاينه هاد لوغو غميت ديال رادكو، شو كي دايره، شي حاجه غزاله فنه، كتجي على هاد الشكل، عريضه من القدام غاديه وكترقق بهاد الشكل هذا. ورينا براسلي ديال 1300 عافاك، اين براسلي ديال 1300؟ شوف لي الثمن ديال البراسلي، واش دوزناه ب 1300 درهم؟ كاين شي براسلي 1300 درهم؟ 1300 ما كاين، واش بالاورو اختي سلوى؟ ما فهمتش. 1300 تاع الفرنك. المهم كاين هاد الكوغميت اللي عشاقات لوكوغميت، كاين على هاد الشكل هذا، كتجي غزاله في اللبسه حتى هي، الطول ديالها فيها 42 سنتيمتر، فيها 42 سنتيمتر. ندوزو الكراماج ديالها، فيها 22.22 مضروبة في 590 درهم، الثمن ديالها اللي هو 13150 درهم، 13150 درهم، 1315 ديال الأورو. إلا عجباتك ديري لها سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066
67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. البراس اللي مخرم اللي درت في الاخر، البراس اللي مخرم اللي درت في الاخر، هو هذا، هو هذا لالا سلوى. هذا شحال درنا هذا سي عزيز؟ شنو هو؟ يقول البراس 14 درهم، 14 درهم 8400 8400 درهم هذا. هذا ب 8400 درهم درناه، 8400 درهم، 168000 ريال. ندوزو معكم ندوزو معكم لواحد الحويلقه ديال الربوعه، شي حاجه غزاله بهاد الحجيره هكا كغونه، كتجي شي حاجه غزاله في اللبسه على هاد الشكل، فيهم هاد القطيبات هكا. مليون و 290. سلام لاباس لاباس عليك بخير هانيه الحمد لله. مليون و 850 براس اللي كنت نسيت. مليون و 850. مليون و 850 هاني دوز عاد يجي يوريني. قلنا كاينين هاد الحويلقات ديال الربوعه كيجيو على هاد الشكل بهاد الحجيرات كرونه، كيجيو غزالين بهاد القطيبات اللور، كيجيو على هاد الشكل هذا، شي حاجه غزاله شي حاجه انيقه. والثمن ديالهم اللي هو 2300 درهم، 2300 درهم، 2300 درهم اللي هي 46000 ريال، 230 ديال الاورو، 230 اورو. الى عجبوك دير لهم سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا بالجميع. وري قول لي البغاسلي اللي شحال باش درناها رشيد؟ قالت لك مليون و 850. مليون و 58. مليون و 59 الف ريال. شحال فيه؟ 950. شحال فيه؟ فيه 22.27. 22.27 هو هذا، ها هو اختي، ها هو البغاسلي اللي قلتي لي، هو هذا، ها هو. الى عجبك لالا سلوى، هو هذيك سلوى هي اللي قالتها. ها انت لالا سلوى الى عجبك، ها هو ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. صافي خلي لها ابار. ها هو تدوزي الواتساب اختي صافي، انا نكتب عليه سلوى ونخبعوه تدوزي الواتساب. كاين هاد لو براسلي تا هو غزال بتخير مات، كيجي بهذا الشكل هذا، وكيجي توتا في سامبل مرايه من اللور، كيجي غزال انيق في اللبسه تا هو، شي حاجه خفيفه. اللي بغى نزيدو له نزيدو له ولا جوج سنتيم في العرض. هذا بغيتي نزيد فيه شحال؟ سلوى ولا جوج سنتيم في العرض. فيها جوج سنتيم في العرض، راني دوزتو درتو بالمسطرة، جوج سنتيم في العرض اختي سلوى. كاين هاد لو بتي براسلي هكا كيجي على هاد الشكل، بغيتي واحد بغيتي جوج بغيتي ثلاثة بغيتي تكملي سبعة كنكملوهم لك، مرحبا وألف مرحبا. المهم هو يكون عندك الموديل، نعطيكم الديامتر ديالو، فيه ستة ديال السنتيمتر، ستة ديال السنتيمتر، نديروه في الميزان، فيه 6.77، 6.78 مضروبة في 580 درهم، غير 580 درهم، والثمن ديالو اللي هو 4000 درهم، 4000 درهم. اللي هي 80000 ريال، 400 اورو، 400 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معايا، سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو معكم شويه ديال الخويتمات، كاين هذا الخويتم ديال كريستيان ديور او سي دي بالغورميت، كيجي على هذا الشكل هذا، شي حاجه غزاله شي حاجه انيقه، كيجي رائع في اللبسه، كيجي على هذا الشكل هذا، لاطي ديالو كبيره شويه، جاني فهاد الصبع هذا هو. نعطيكم الدياميتر ديالو لحقاش هذا ما كيتزاد ما كيتنقص، فيه جوج سنتيمتر فاصله واحد او جوج سنتيمتر، والثمن ديالو اللي هو 2200 درهم، 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، 220 ديال الاورو، 220 اورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا. بالصحة فطوركم، نعطيك الصحة لالا سهام، مرحبا وألف مرحبا. عندك براسلي ديال غورميت كاين كاين أختي، أنا ندوزوك دابا سراج شحال القياس؟ قولي لي القياس. قلنا الثمن ديالو 44000 ريال، إلا عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا وألف مرحبا بالجميع. ندوزو معكم شوية ديال الحويلقات، كاينين هادو ديال الفان كليف كيجيو على هذا الشكل، شي حاجة غزالة بثلاثة ديال الوريضات، اللور ديالو كيجي هكا دومي نص، وكيجيو هذا هو السداده ديالو كله مغشي من الداخل، فان كليف غني على التعريف، شي حاجه غزاله، كيجيو بهاد الحجيرات بيان 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 سيغتي، والثمن ديالهم اللي هو 3500 درهم، 3500 درهم اللي هي 70000 ريال، 350 اورو، 350 ديال الاورو.
الى عجبوك دير لهم سكرين تواصلي معايا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا. القياس ديال 6 قياس 6 انا نجبدو لك دابا اختي انا نجبد. قلنا الثمن ديالهم اللي هو 70000 ريال. الى عجبوك ديري لهم سكرين وتواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. ندوزو معكم لواحد الحويلقات ديال كريستيان ديور شي حاجه غزاله كيجيو سامبل ما فيهم لا حجر لا حتى شي حاجه كيجيو على هذا الشكل وباينين شي حاجه اراك من بعيد صحيحين وتقال كيجيو على هذا الشكل. هادو الاسكا نتمنى تكون الصوره واضحه اسكا 750 كيجيو على هذا الشكل السداده ديالهم صحيحين صحيحين والثمن ديالهم اللي هو 3500 درهم 350 اورو اللي هي 70000 ريال 350 ديال الاورو. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. ايه انا ما عمري خديت من عند مرحبا مرحبا لاله سراج مرحبا. ندوزو معكم لواحد الحويلقات ديال الكلاش كيجيو على هذا الشكل. الكلاش شي حاجه غنيه على التاريخ حتى هي كيجيو هكا صحيحين. هذا لا فيرموار ديالهم كيجيو على هذا الشكل هذا ندوبلي شي حاجه صحيحه والثمن ديالو اللي هو جد مناسب اللي هي 2350 درهم اللي هي 47000 ريال 235 اورو اللي هي 235 ديال الاورو. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. لاله نعيمه لاله نعيمه قال لك واش وجدتي لها كلشي انا قلت لها سي رشيد هو يتواصل معك سير واتساب. هذه جارتي تهلاو فيها مرحبا لاله نور الحرير مرحبا اللي جا من جهتك مرحبا واللي ماشي من جهتك توا مرحبا ومرحبا بالجميع. فاتيسوس شكرا على الورود. قلنا الثمن ديالهم اللي هو 2350 درهم 47000 ريال. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع. كاينين هاد عاوتاني الحويلقات او ديال الكوغميت شي حاجه غزاله كيجيو على هذا الشكل هذا تا هما السدادات ديالهم بهذا الشكل وصحيحين بركي كي بغيتي شي حاجه انيقه كيجيو باينين كيجيو باينين والثمن ديالهم اللي هو 2800 درهم اللي هي 56000 ريال 280 ديال الاورو 280 اورو. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو معكم شويه ديال لي غورميت. كاينه هاد الغورميت بالخريخيشات كتجي على هاد الشكل شي حاجه غزاله شي حاجه انيقه فيها هاد النجيمه هكايا هادو ديال شانيل وكيجي هكايا بالخميسه هكايا شي حاجه غزاله وفيها زياده والنقصان خميسه في السداده. هادي هي لا فيرموار ديالهم كتجي غزاله. نعطيكم الطول ديالها بلا زياده نعطيكم غير الطول ديال السلسله بوحدها فيها 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر بلا زياده كتجي غزاله والثمن ديالها اللي هو 2800 درهم 2800 درهم اللي هي 56000 ريال 280 ديال الاورو 240 اورو. امينه غزالي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته من اكادير. انا متتبعه ما عمري خديت من عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن. مرحبا لاله غزلان مرحبا قالك لي ما شريت نزاه نتمناو مع المستقبل تخدم عندنا شي حاجه اللي خدا شي حاجه مرحبا به واللي ما خداش هو مرحبا به ومرحبا بالجميع واش لكم مبروكه ما شاء الله. رشيد جونيور اكتيف ما تقول غلب عليك رمضان لا بالعكس علاش يغلبني والله الا كنت كنسايلوه بفارغ الصبر على طول العام الحمد لله عليه والحمد لله على الشهر الكريم اللي يدخلوا علينا وعليكم باش كنتمناو ان شاء الله. قلنا الثمن ديالها 56 ألف ريال. شكرا ليلى مكناس على الوريضات. ندوزو معكم واحد البراسلي اللي طلبت لي البراسلي ديال الكوغميت قياس 6 ها هو اختي شي حاجه غزاله كيجي كله داير كوغميت بهذا الشكل هذا شي حاجه صحيحه شوف كي داير مضوبل كيجي غزال فيه 6 سنتيمتر نديروه في الميزان هذا فيه 17.85 17.85 مضروبه 620 620 درهم غير 620 درهم وهذا الشيء كيمشي بلا غرام عند مجوهرات بسم الله كل شيء كنديروا لكم بالغرام الشفافيه كتعرفوا شحال فيه من الغرام كتعرفوا شحال باش خديتوه ومرحبا والف مرحبا. والثمن ديالو اللي هو 11100 درهم 11100 درهم اللي هي 1,022,000 ريال 1110 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066
67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. اللهم يسر سي رشيد. شكرا لاله امينه غزالي، شكرا لاله اختك، الله يسر الجميع. نكملوا معكم في هذه السلسله ديال اللوف، شي حاجه غزاله انت لاله سي مع اللوف. السلسله ديال اللوف كتجيب التعليقه ديال ليبول، شي حاجه غزاله، صفر بيض احمر انيقه في اللبسه ديالها. شكرا لاله لطيفه. فمن سالي نوريكم موديل ديال الجلابه. مرحبا لاله سهام، مرحبا. قلنا الطول ديالها بلا تعليقه فيها 46 سنتيمتر، 46 سنتيمتر. انا نصب عليها. انت عندك الدار وشوف فيها لاله سهام، عندك الدار وشوف فيها كاع، ولا نتصور واقف ونصيفطها لك. انا نصب عليها. فيها قلنا 46 سنتيمتر في الطول، والثمن ديالها اللي هو 3600 درهم. 3600 درهم اللي هي 72000 ريال، 360 اورو اللي هي 360 ديال الاورو. الى عجبتك ديري لها سكرين، تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. امينه، شكرا لاله امينه. منى بو خليز منى البغاصلي اللي في يديك حتى لا البغاصلي اللي في يدي. مرحبا لاله امينه، ها هو البغاصلي اللي في يدي. شي حاجة هالو بغاصلي، مرحبا والف مرحبا. قلت له قال لك عزيز واش بغيتي تشري لابراهيم؟ كاينة هاد السلسلة عاود بهاد التعليقة ديال الكلوي، السلسلة ديال البيزماك أو اللوف، شي حاجة غزالة تا هي، كتجي غزالة أراك من بعيد. كم ثمن سلسلة بلا تعليقة؟ مرحبا. أنا نقول لك السلسلة بلا تعليقة، هاكا سي عزيز شفنا السلسلة بلا تعليقة. كاين هاد السلسلة قلنا ديال البيزماك مع هاد التعليقة ديال الكلوي، كتجي محجرة بيان سيغتي، والوسط ديالها سامبل، الشكل ديالها هكا جاي من اللور. نعطيكم الطول ديالها، الطول ديال السلسلة بوحدها بلا تعليقة، سلسلة طويلة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، كيف كيقول السي رشيد. فيها 56 سنتيمتر، 56 سنتيمتر بلا تعليقة، والثمن ديالها اللي هو 4450 درهم، 4450 درهم اللي هي 89000 ريال. 1900 هاي نسالي هادو 89000 ريال اللي هي 445 اورو، 445 ديال الاورو. الى عجبتك ديري لها سكرين، تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. لاله ماريا السلسله بوحدها 1900 درهم، 38000 ريال، 1900 درهم، ماشي هذه السلسله اللي طلبتي ليا، 1900 درهم، وهذه الثمن ديالها اللي هو 89000 ريال. الى عجبتك ديري لها سكرين، تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. السلسله قلنا 1900 درهم السلسله بوحدها. ندوز معكم لواحد الخويتم ديال الوريضه، واحد الخاتم ديال الوريضه كيجي غزال بهاد الحجيره، كتجي في الوسط شي حاجه غزاله، كيجي سامبل، كيجي توتافي سامبل، عاود مرايه كامل اللور، القياس كيتزاد وكيتنقص، والثمن ديالو اللي هو جد جد مناسب اللي هو 1600 درهم، 1600 درهم اللي هي 32000 ريال، 160 اورو، 160 ديال الاورو. الى عجبك ديري له سكرين، تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا. ان شاء الله لاله فاتي مرحبا والف مرحبا. ندوزو معكم لهذا الخويتم، كيجي هكا على الشكل اوفال، داير كله بالكوغميت، كيجي بهاد الحجيرات كاغي، حجيرات بيان سيغتي، وكيجي سامبل هكا في الجناب، شي حاجه غزاله انيقه، كيجي على هاد الشكل هذا، القياس ديالو كيتزاد وكيتنقص، والثمن ديالو ما كيتزاد ما كيتنقص، اللي هو 1750 درهم، 1750 درهم اللي هي 175 ديال الاورو، 175 اورو. الى عجبك ديري له سكرين، تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91. سلسلة بوحدها الثانية، مرحبا لاله طنجة طنجة، وقيلة جميلة اللي قالت لي هذيك النهار، ياك جميلة، مرحبا لاله جميلة. أنا دابا نقول للسي عزيزي يقول لك السلسلة، قلنا الثمن ديال هذا اللي هو 1750 درهم، إلا عجبك ديري له سكرين، تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا وألف مرحبا. كاين هاد الخويتم ديال جاكوب، كيجي غزال في اليد، تا هو هذا ما كيتزاد ما كيتنقص، نعطيكم الديامتر ديالو، فيه 1.7، 1.7 كيجي غزال في اللبسه،
جاكوب غني على التعريف، كيجي بهذا الشكل هذا، خدمه متقونه كيجي باين، والثمن ديالو حتى هو 1750 درهم، 1750 درهم. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا و الف مرحبا، اللي هي 175 ديال الاورو. ندوزو معاكم شويه 1700 درهم. لا لا جميله، 2700 درهم، 54000 ريال، السلسله بوحدها 54000 ريال. كاين هاد لا غورميت ديال ليفيس بليبول، كتجي غزاله حتى هي في اللبسه، شي حاجه غزاله، ليبول صفر بيض احمر، كتجي غزيوله في اللبسه، هادي لا فيرموار ديالها، كتجي على هاد الشكل هذا، فيها هاد ليبول كيجيو غزيولين، فيها شويه ديال الحجر هنايا، اربعه ديال الحجيرات بيان سيغتي، كتجي انيقه في اللبسه، والثمن ديالها اللي هو 1950 درهم، 40000 ريال، قل 1000 ريال، شي حاجه غزاله. الى عجبك خليها لا خليها لاله جميله. مرحبا لاله جميله، بصحتك وراحتك. قلنا الثمن ديال اللي هو 1950 درهم، 195 ديال الاورو، 195 اورو. الى عجبتك ديري لها سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 06 60 67 65 91. ومرحبا بالجميع والف مرحبا لعشاق التخرام، رجعوا معكم التخرمات. اليوم التخرام دايرينو غير ب 580 درهم للغرام، 580 درهم للغرام، رغم ان الذهب دابا واصل ل 590 درهم للغرام مع مجوهرات. بسم الله جبنا لكم التخرام غير ب 580 درهم. كاين هاد 3 براسلي ديال التخرمات كيجيو على هاد الشكل، غلاضين من القدام وغادين وكيرقاقو، كيجيو هكا كلهم تخرام ومن اللور منقوشين، منقوشين على هاد الشكل هذا، شي حاجه غزاله، شي حاجه انو باغاطي. 580 درهم للغرام، كنقولها ونعاودها، 580 درهم للغرام تخرام، ودابا الغرام داير 590 درهم، فيهم 5.8. ندوزو للغراماج ديالهم، فيهم 22.53 مضروبه، قلنا غير 580 درهم، 580 درهم، والثمن ديالهم اللي هو 13100 درهم، 13100 درهم، اللي هي 162000 ريال، 1310 ديال الاورو. ريت نتسنى التعليقات ديال الرافينيت. ها هي دابا راه يلا حطها حدايا اختي ناديه، دابا غندوز لك مور هاد البغاصلي ديريكت غنمشي له. قلنا 13100 درهم اللي هي 1,062,000 ريال، 1310 ديال الاورو. فيهم 22.50 نقول. إلا عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 06 60 67 95. ومرحبا والف مرحبا. ندوزو معكم لهاد التعليقه اللي طلبت ليا لاله ناديه ديال الرافينيتي، كتجي على هاد الشكل هادي، شي حاجه غزاله، 1250، والثمن ديالها اللي هو 1250 درهم، 1250 درهم. نعطيك الطول ديالها، فيها 3 سنتيمتر ونص، 3 ديال السنتيمتر ونص، 1250 درهم، اللي هي 25000 ريال، 25000 ريال. البنات فضلا وليس امرا بارطاجيو معنا لايف، بين تغدو وخاتكم الحريره هاد النهار، بارطاجيو معنا لايف فضلا وليس امرا باش يطلع، اللي ما قدرش بارطاجي ديروا لي لايك اي لي جادور وشكرا جزيلا. ندوزو معكم لواحد 3 براسلي عاوتاني ديال التخرام، قلنا التخرام اليوم غير 580 درهم للغرام، 500. مرحبا لاله ناديه وانتم اروع. كاينين هاد 3 براسلي عاوتاني غير ب 580 درهم، 580 درهم، مع العلم ان الغرام دابا داير 590 درهم، 590 درهم، تخرام مع مجوهرات بسم الله غير 580 درهم. شو على تخيرمات كي دايرين، شو على خدمه كنقيه، شي حاجه غزاله، جايين على هاد الشكل، اللور ديالهم هكا دايرين. ندوزو للديامتر ديالهم، نقول لكم شحال فيهم، فيهم 5 اونص او 5.6، 5.6 او 5.5. ندوزو للغراماج ديالهم، فيهم 23.40، 23.40 مضروبه في 580، غير 580 درهم، 13600، 13600 درهم، 13600 درهم، اللي هي 1,072,000 ريال، 1,360 ديال الاورو. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا، سير واتساب 06 60 67
65 91 ومرحبا والف مرحبا. قول الرشيد يدوز دياولي حتى هما ب 580. واش نبيعهم لك؟ واش الا نعاودوا لك فيهم البيع ب 580 مرحبا. لا لا نورا والله الا سيرفيسيو غراتيس طياره تاع اسبانيا. قلنا 13600 درهم. الا عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا. لا لا جميله راه خليناهم لك صافي. راه دارهم شي رشيد في البوشيط ودار عليهم 100 في الثلاجه. راه درناهم في الثلاجه باش ما يخسروش. قلنا هاد لي بغاسلي 13600 درهم. الا عجبوك تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. ندوزو معاكم شويه لي بغاسلي عاود ديال تخيرمات. اليوم ما كاين غير التخرام، ما كاين غير 580 غير اللي ما بغاش تلبس البلدي مع مجوهرات. بسم الله شو على خديمه كي دايره، شو على شكيل شي حاجه غزاله الاناقه كتهضر من البعيد كيجي غزال. كونجيلاتور يا لاله سهام البرنس طايح ديال الكونجيلاتور. قلنا كاين هذا البغاسلي كيجي غزال على هذا الشكل. شو كيدير روعه خدمه متقونه كيجي بهذا الشكل في الجناب توتافي سامبل شي حاجه انو باغاتي كيف كنقول دائما. كيجي على هذا الشكل مضوبل. نعطيكم الديامتر ديالو فيه 5.9 اللي كتلبس 5.9 شي حاجه انو باغاتي. فيه 10.95 او 10.93 لرزق الصحه والسلامه. 5.10.95 مضروبة في 580. قلنا غير 580 درهم. اللي ما بغاش يلبس الذهب مع مجوهرات بسم الله. والثمن ديالو اللي هو 6350 درهم. 6350 درهم 635 أورو 635 ديال الأورو. إلا عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91. واش ما بقيتش فيكم حلقي يخرج شي كنز الماء انا مزاوي غير نطيح واقف. 6350 درهم. الى عجبك ديري له سكرين تواصلي معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بالجميع. ندوزو معاكم عاوتاني لواحد لي بغاصلي تا هما ديال تخيرمات كيجيو على هذا الشكل شي حاجه غزاله. هيا لالا نورا يا لالا جميلة والله إلا عرفتي ولا حلقي بحال شاد الميكرو كنغني راني في العرس. هي عندي الصوت الغنى كون كان غير رمضان كون مكانش رمضان كون غنغني وانت تشطح. قلنا اسمحوا لي استسمح بسم الله. كاين شي دمليز في الهميزات 6.2 لا 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 جميلة لا ما كاينش. أنا عاونتيني أنا عاونتيني على الجلالب. هي ضروري لا سيام هذا الشهر الكريم كيمشي كله جلالب ضروري. هذا هو الشهر فين كنستغفرو كنرجعو لسيدي ربي. عطيوه الماء مسكين. شكرا لالا نورا غير خطيك شاب رشيد راي. اياه قلنا كاينين هاد لي تخوا بغاسلي ديال التخيرمات كيجيو على هاد الشكل شي حاجة غزالة أنيقة وغير ب 580 درهم. كنعاودها 580 درهم مع العلم الذهب واصل 590 درهم مع مجوهرات بسم الله مش حتقدر تغمض عينيك. قلنا كيجيو على هاد الشكل من الداخل مضوبلين مشبكين غير ديرهم في يدك ولبسيهم وبصحتك وراحتك. فيهم 6.4 هانتي قربتي على لالا جميله طنجه طنجه قربتي تحجي 6.4 فيهم 22.12 مضروبه وفي 580 والثمن ديالهم اللي هو 12850 درهم 12850 درهم اللي هي 1285 ديال الاورو 1285 اورو. الى عجبوك ديري لهم سكرين تواصلي معنا سير واتساب 066 67 65 91 ومرحبا والف مرحبا. الايمان عندك كيقطر ضروري الاسلام. الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام والله العظيم بالله هذه نعمه من نعم الله كنا عنها غافلين. قلنا الثمن ديالهم 12850 الى عجبوك ديري لهم سكرين
ومرحبا والف مرحبا. تبارك الله عليك، الله يحفظك. شكرا لاله جميله، الله يحفظكم ويحفظ الامه الاسلاميه لاله اختكم. قلنا عاود ندوزو معكم شويه سنيسلات ولا لي غورميت. كاين هاد الغورميت هادي ديال اليد كتجي على هاد الشكل، شي حاجه غزاله فيها هاد الشكل ديال الفيس، كتجي دائريه على هاد الشكل، شي حاجه خفيفه ما قل ودل. خويا واش خاتم الكلاس صحيح وعملي؟ يا لاله سهلة، خاتم ديال الكلاس صحيح على حساب، شوفي هو كل ما زاد ثقل كل ما سميتو. لا صحيحين، هو ما تخافيش كلهم صحاح، الكلاس ما تخافيش منه، خاتم صحيح. قلنا كاين هاد لا غورميت هادي فيها الفان كليف هكا، فيها الفيس ودايره هكا بالحجيرات بيان سيغتي، كتجي على هاد الشكل، تلبسيها مع المكانه تلبسيها بوحدها، فيها الزياده والنقصان، فيها خميسه في لا فيغميتيغ ديالها هكايا، والثمن ديالها اللي هو جد مناسب 1600 درهم، غير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو 160 ديال الاورو. الى عجبك الى عجبتك ديري لها سكرين تواصلي معنا، سير واتساب ومرحبا الف مرحبا. نورا جود البرازيلية زوينه عجبني، مرحبا لاله نعيمه. ندوزو معكم لهاد لا غورميت كتجي على الشكل. كي دايره النجيه؟ كي دايره صحيحه لاباس؟ كي داير مصطفى؟ كيسلم عليك. كيسلم عليك عواش مبروكه. كيسلم عليك عزيز. قلنا كاينه هادي هاد لا غورميت كتجي فهاد الشكل دائري بهاد الوريده وبهاد الحجيره الزريقه او موف، كتجي هكا في الشكل والسلسله ديالها اللي هي صحيحه، شي حاجه غزاله وفيها الزياده والنقصان، والثمن ديالها اللي هو جد مناسب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 180 اورو 180 ديال الاورو. خليكم معنا دابا غادي ندوزو لكم للهميزات، كاين غير واحد جوج هميزات، ما كاينش شي حاجه. عييت والله الا عييت سمحوا لي، استكفي كما كيقولوا. والله العظيم ماشي عطيت لساني صافي، سمحوا لي بزاف. ندوزو معكم ديريكت للهميزات، كاين شي حاجه ديال الهميزات؟ شي حاجه ما بغيناش نخليكم، كاين غير سلسله وحلقات قانون ديال الهميزات راكم عارفين، اللي سبقات هي الاولى هي اللي كتديه، اللي سبقات هي الاولى هي اللي كتديه. كاين هاد السنيسله ديال الحصيره في الهميزات، كيجيو شي حاجه كتجي غزاله وخفيفه، هادي غزاله باينه وخفيفه. نعطيكم الطول ديالها، الطول ديالها فيها 52 سنتيمتر، فيها 52 سنتيمتر 52 سنتيمتر. نديروها في الميزان كيف كتشوفوا، خفيفه كيف قلت لكم، فيها 2.65 مضروبه في 550، والثمن ديالها اللي هو 1500 درهم 1500 درهم 1500 درهم. رمضان كريم عليك، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، علينا وعليك لاله عيشه، رمضان مبارك سعيد، باش كتمنوا الصحه والرزق والهنا ان شاء الله يا رب العالمين. قلنا الثمن ديالها اللي هو 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 ديال الاورو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته لاله امينه. كاينين هاد الحويقات ديال الفيرزاتشي كيجيو على هاد الشكل هذا، شي حاجه غزاله. لاله جميله دوزي الواتساب، دوزي الواتساب. كاين هاد الحويقات ديال الفيرزاتشي كيجيو على هاد الشكل هذا، هادي السداده ديالهم كيجيو غزالين في اللبسه، شي حاجه صحيحه كيجيو على هاد الشكل هذا. وعليكم السلام لاله حنان كوميرس. قلنا كاينين هاد الحويقات ديال الفيرساتشي شي حاجه غزاله، نديروهم في الميزان، فيهم 2.25 2.25 مضروبه في 550 غير 550، والثمن ديالهم اللي هو 1250 درهم 1250 درهم اللي هي 25000 ريال 1250 درهم. الى عجبوك ها هما، ما عليك الا تسكرينيهم تصيفطيهم الواتساب 066-67-91 ومرحبا وألف مرحبا. وبهذا نكون وصلنا لنهاية اللايف. هنا علاقة، بقى واحد العلاقة، سمحوا لي بقى واحد العلاقة ديال الجاكوار كانت غتفلت درتها من مورا. كاينة هادي دايرينها في الهميزات، علاقة ديال الجاكوار غزالة كتجي على هاد الشكل، شي حاجة ثقيلة، نديرها لكم في الميزان، فيها 10
1.75 هذه راه جديده من لافيتري ما عمرها تلبسات. وسمعوا الثمن ديالها، سمعوا الثمن ديالها مزيان، فيها 10.75 مضروبه في 550 درهم، غير 550 درهم. علاقات الجاكوار ب 550 درهم، ما عمرها تلبسات، ما عمر لبسها شي حد. والثمن ديالها اللي هو 6000 درهم، 6000 درهم، 6000 درهم، 120 ألف ريال. اللي داتها بصحتها وراحتها، اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه، اللي ما خداتش الله يسهل على الجميع. مرحبا والف مرحبا، نورتونا اللايف. اللايف القادم ان شاء الله يوم السبت في نفس التوقيت من مصراوات صلاه التراويح. رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا، وباش كنتمنوا ان شاء الله للمريض الله يشافيه، اللي عليه شي دين الله يفكوا عليه، ونتمنوا الخير للجميع. هذه كارت فيزيت ديالنا، فيها الاسم، الكنيه، السميه، رقم الهاتف، العنوان. مرحبا والف مرحبا بالجميع، وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء. فرصه قادمه بالصحه الجلابه خاصك غير عمر، عمر كاين. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء يوم السبت ان شاء الله في لايف جديد. شكرا لكم.